مساء الخير مساء النور مساء الجمال ويوم السبت ومن احلى لاحلى بكون معاكم مرتين في الاسبوع السبت والحد من الساعه 7 ل 8 والاعاده بتكون يوم الخميس والجمعه الساعه 10 صباحا طبعا شايفين الورد الجميل ده Happy Valentine's طبعا عيد الحب كمان كام يوم فقلت لازم اسليبريت في البروجرام لان انا ده من احلى الاعياد اللي بحبها وفالنتاينز يا جماعه مش معنى بس عيد الرجل للست او الست للرجل لكن كمان ممكن الاب لابنه او البنت لمامتها او الولاد للجدة فيش احلى من الحب وخصوصا لما الحب يبقى جاي من القلب عشان كده النهاردة أنا قلت أديلكوا شوية أفكار لهدايا فالنتاين عشان اللي نسيت أو اللي نسي أفكار جميلة لأن بجد لما بندي هدية في العيد ده. بيبان قد ايه احنا بنحب الشخص اللي قدام طبعا مفيش اجمل من الورد مفيش اجمل اجمل من الورد طبعا في البدايه عايزه اشكر بيربل فلاورز على الهدايا والافكار الجميله اللي جابها لي الاستوديو النهارده بصوا يا جماعه لما حد بيجيب لكم ورد على طول في ابتسامه على الوش خلينا واقعيين اي حد يخش ان شاء الله بوردايه هتلاقي ابتسامه جميله لان اللي بيقدم الورده ده معنى ان هو بيحبك اوكي فدايما بنبتسم ويا سلام كمان لو الورد بقى مع شوكولاته الابتسامه هتبقى من هنا لهنا بصوا يا جماعه طبعا افكار كتيره جدا ممكن بوكيز جميل زي ده طبعا يادي الغرض وي ويوصل المعنى اللي انت او انت عايز تقوله بصوا بقى الايديز دي في الـ طبعا الريد روزز يا جماعه معناها اي لاف يو اوكي عشان تبقوا عارفين يعني انتوا ممكن ما تنطقوش اللي ما بيعرفوش يتكلموا ممكن بس يقدموا الريد روزز وخلاص ده انا بحبك بصوا بصوا ده يا جماعه لذيذ قوي لان جواه كمان شوكليت من جوه هنا فانت كده اديت الورد او اديتي الورد وفي نفس الوقت البوكس بتاع اللي جواه الشوكولاته وطبعا ده فكره ثانيه برده لو حد عايز يجيب حاجه زغنطوطه كده ب الشوكولات جواه هو الروزز والشوكولات خلاص انت مش محتاج تتكلم خلاص انت لو دخلت على مراتك بدي انت مش محتاج تتكلم خلاص اي حاجه آه عملتها فيها وعايزه تسامحك هتسامحك على طول او حاجه زي كده تديها لمنطق كست ست الكل بصوا يا جماعه قد ايه جميل بليز يا جماعه المناسبات اللي زي دي ما تفوتوهاش لان يعني المناسبات اللي زي دي لو في خناق في البيت لو في دوشة لو في مشاكل مجرد بس ما انتوا هتخش انا على فكرة مش بتكلم على الرجالة بس ولا الستات بس مجرد ما هتبدوا الهدية دي كل حاجة هتتنسى ارجع لكم تاني هابي فالنتاينز فالنتاينز بعد ثلاثة ايام ما تنسوش ايه رأيكم باطل نرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني وموضوع النهارده موضوع يهم ستات كتيره لان يعني في ستات كتيره بتكون عندها ترهلات في مناطق مختلفه من جسمها وطبعا الموضوع ده بيقلل الثقه في النفس جامد جدا ما بيبقوش عايزين يخشوا عمليات شد عميق للعضل للجلد مش عايزين يقعدوا ريكفري وقت طويل طب عمركم سمعتوا على سناب اوبريشن اللي نتائجها قوية جدا وده اللي هنعرفه أكتر مع دكتور حسام السيد استشاري جراحات التجميل اللي دايما يا دكتور بتجيب لنا كل حاجة جديدة بصراحة <applause> ازيك <applause> يا, عميال. دكتور عامل ايه؟ ازيك انت عاملة ايه اخبارك؟ الحمد لله دكتور الأول الترهلات اللي بتحصل آه عندنا كستات هل احنا السبب فيها ولا الزمن؟ آه، الاثنين الاثنين احنا السبب فيها لو احنا بنعمل آه مشكله قويه جدا الا وهي الخسان والتخن العنيف <applause> او الاسترتشنج العنيف وبعد كده ريلاكسيشن استرتشنج عنيف وريلاكسيشن م. ده واحد اتنين عندنا مشكله اقوى لو احنا عندنا جيناتك ان الالاستيستي بتاع جلدنا ضعيفه نتيجه الوراثه م. فاهمني فاهماني ثالث حاجه مع مرور الوقت بتقل خلايا الفايبرو بلاس او الخلايا اللي بتطلع الكولاجين السمك بتاعها بيقل فبالتالي عدد الخلايا اللي بتطلع كولاجين بيقل فبالتالي الالاستيسي او الشده بتقل يعني احنا شوية وعدم لعب الرياضة يا دكتور والاكل كتير انت حنين على الستات ليه أنا مش حنين, حنين على الستات ليه يا دكتور <applause> دي حقيقة <applause> دي حقيقة اكيد طب دكتور ايه السناب اوبريشن طيب خلينا بالراحة كده خالص آه كل حاجة في الدنيا يمكن بعد الكورونا والحاجات دي كانت كلها سريعة اوكي ومن اهم الحاجات اللي موجودة في العالم اللي هي السناب شات ايفر بالظبط فهي هي حاجة سريعة جدا كانت الفكرة كلها ان احنا هنقوم حن... بعملية جراحية بكل مقومات العملية الجراحية لكن مش بكل العنف بتاع العملية الجراحية اللي احنا بنعملها أوكي. يعني مثلا في الرقبة احنا بنتكلم على ان السناب دي عملية بسيطة بتتعمل في حوالي 30 ل 40 دقيقة بتدي ريكفري سريع جدا بعد 3 ل 5 ايام غير عمليات الشد الشد بتاعتنا اللي احنا م. بنعملها اللي هي الشد العميق للجلد وتصحيح العضلات دي بتاخد وقت اطول بتاخد أربعة خمس ساعات اوكي كله بتعمل ببينج موضعي في الوجه والرقبه طبعا والجفون والحاجات دي كلها لكن بتاخد الوقت بتاعها والريكفري بتاعها ما بيقلش عن اسبوعين طب ايه الاماكن يا دكتور اللي ممكن نعمل فيها سناب اوبريشن هو كل حته تقدر تعمل كل سناب. حته لكن السناب اوبريشن اشتهرت اكتر اشتهرت اكتر في الرقبه لا. اشتهرت اكتر في منطقه الشيكس اشتهرت أكتر في منطقه الحاجب مم. وسميناها اسامي مم. يعني الحاجب اتسمت بفوكسي ايز الشيك اسمها شيك ليفتنج النك اسمها سناب نك فهي كلها سنابس ده في الوجه في الذراعين تحت القبض بتسمى سناب ارم ودي بتبقى بتدينا شده بنسبه أكتر من 60% للجلد المترهل وليس الدهون وفي نفس الوقت ما بيزيدش الطول بتاعها عن 7 الى 10 سنتي الجرح بتاعها زي الثاي او الفخد نفسه وبيتعمل في الجزء العلوي عشان يشد السليليت او الترهلات بتاعت الجزء العلوي من الفخد وليس كل الطول بتاع الفخد طب دكتور لو لو مسكنا الدرا... خلينا في, الف... في الفخد اوكي ام. اديني المقارنة ما بين العملية الشد الجلد وشد العضل والسناب والنتائج هنا ايه والنتائج هنا ايه والجرح هنا ايه والجرح هنا ايه والريكفري هنا ايه والريكفري هنا ايه؟ طيب لو اتكلمنا على الفخذ زي ما انت بتقولي الفخذ عندنا في طريقتين لشد الفخذ على حسب مشكلة الفخذ نفسه اوكي لو هو الشد الكامل يعني بنتكلم على ان الشد الكامل لو المشكلة طولية م. فالجرح بتاعنا بيبقى في العرض موجود فوق في اعلى الفخد لو المشكله عرضيه م. فعشان نقلل كميه العرض ده فبنعمل جرح طولي من اول الركبه لحد الف اعلى الفخد دي العمليات الاساسيه نفسها الريكفري بتاعها بياخد اسبوعين الى ثلاث اسابيع ووتش طبيعي النتائج بتاعتها هتدي 90 95% من النتيجه المرجوه في عمليات السناب بتاعه الفخذ ما بتبقاش ليها دعوه بالعرضي بال... بيبقى ليها دعوه بالطولي اوكي لانها بتتعمل في زي ما بيقولوا في اعلى في اعلى الفخذ تماما وبتتعمل في حوالي 10 سم عشان نقدر نريح المنطقه اللي فيها تريح الجلد زياده نقدر ناخد الجلد ده ونشيله اوكي وبنشيل حوالي 60% من الجلد المطلوب ازالته فبالتالي هيديني شكل عام اريح مش زي الشد القوي بتاع الفخذ لكن في نفس الوقت هيديني ريكفري خمس ايام خمس ايام وخلاص طب دكتور هل اي حد ممكن يعمل مثلا بالتحديد العمليه دي ولا لازم يكون الترهلات او الجلد قليل او العضله مش مترهله قوي انتي اسئلتك صعبه شويه ليه بس صعبه بس هو ما... الطبيعي بتاعنا آه. ان احنا ما بنعملش السنابس او عمليات السناب غير لما يكون الترهل بسيط او متوسط بسيط او متوسط اكتر من كده مش هديها نتائج وبالتالي يبقى ملهاش لازمه ان انا اعمل الحاجه دي Okay. والجرح فعلا انت بتقول الفرق ما بين ده وده الجرح ده قد ايه والجرح ده قد ايه لا مفيش الجرح بتاع الشد القوي ما بيبقاش ما بيبقاش معروف انا يعني لو احنا بنتكلم على العرضي آه. المشكله في الترهل العرضي يبقى الجرح من اول الركبه لحد اعلى الفخذ اوكي التاني بيبقى في المنطقه بتاعت اعلى الفخذ في البانتي اريا فما بيبقاش باين بس كده ولا كده الجروح يا دكتور انتوا بتعملوا تجميل بعد كده طبعاً, طبعا ما... طبعا. طيب سؤال تاني يا دكتور السناب اوبريشن أم مدتها قد ايه يعني يعني بعد الترهلات دي ممكن ترجع تاني ولا بعد سنه اتنين ولا على حسب انت هتعتني بنفسك ازاي في الذراع والفخذ آه عاده مدتها اطول شويه من الوجه اوكي لان يعني في الذراع والفخذ آه احنا بنعتمد على ان احنا ازلنا جلد كان في مشكله فشلنا منه حوالي خمسين ل في المائة اما في الوجه احنا بنعتمد على ان احنا بنشيل الجلد فقط م. الوجه والرقبه بيعتمدوا اساسا على اصلاح العضلات اوكي على اصلاح العضلات اكتر من ازاله الجلد اوكي ففي فال... الفخذ والذراع هيدينا نتائج تقعد سنه ونص ولا حاجه سنتين اوكي اما في الوجه هيقعد سنه ونص سنتين بس مش زي الشد العميق للوجه اللي بيقعد حوالي سبعة ل 10 سنين ل طب احنا معانا صوره يا دكتور ممكن نشوفها اتكلمنا عن الصوره دي دي اللغده ولا الرقبه يس دي كانت سناب برضو بس احنا عملنا فيها حاجتين لان يعني كان لازم نشفط شويه دهون وبعد ما نشفط شوية الدهون بناخد الغرزه بتاعتنا او السي شيب بتاعنا اللي هو حوالي 4 سم حوالين الاذن نفسها م. في عمليات ثانيه ليها دعوه بالسناب بناخد الجرح بتاعنا ورا حوالي سم ونص ورا م. يعني دي طب عمليه بس أوه. هي استرتش شويه بس أوه. هي دي عمليه عشان هنا كان كله عباره عن جلد وعضلات بس بسيطه واضحه قدامنا. واضح الجرح من عند بالزبط الودي بالزبط طب بالزبط دكتور السيشي. دي حاجه زي كده بتقعد مده قد ايه والريكفري قد ايه؟ بتقعد حوالي سنتين سنتين ونص الريكفري بتاعها ما بياخدش اربع الى خمس ايام. اربع خمس ايام وفي في. ده الع... اميديتلي بعد الع... بعد العمليه نفسها ودي بنج موضعي. بنج موضعي. بينجة موضعي. بينجة موضعي. لسه لسه زي ما بيقولوا خارجه من بعد ال 45 دقيقة بتوعنا وما بيبقاش فيه بروزز او كده ولا على حسب البيشنت اعتقد ان ما, ما, ما فيش بيبقاش حاجة فيه بروزنج خالص. لان احنا بنحقن المحاليل بتاعتنا البسيطة اللي بنحقنها اللي بتقلل كمية البروزنج الموضوع طب دكتور حسام هل الاوبريشنز هنا برضو دي هي نفسها؟ لا دي حالة تانية دي حالة تانية برضه زي ما انت شايفة في شوية بروزنج موجودة صغير أوه. على الناحية التانية وده بعد 4 دايز على طول بعد 4 دايز بس يعني. احنا شدينا الجلد كله اللي موجود تحت حتى اللاينز بتاعت البلاتيزما ماصل هي دي من الجنب هو ده شكل بتفرق قوي تحت. المنطقه دي ليه يا دكتور الجو لاين بالاريا دي لما بيتعمل الواحد بيصغر يعني بتفرق غير ليه؟ طبيعي عشان الوجه مثلا الوجه عموما لما بينزل أوه. نتيجه ضعف العضلات وفقدان وفقد الدهون وفقدان اللاستي ربنا خلق لنا تو ليجمنتس هنا او وترين هنا اهو بيمنعوا الترهل انه يوصل للتشين فكلنا بننزل عندنا في المارينات هنا الرقبه ما فيهاش حاجز اه ما فيهاش اوتار فكلها بتنزل في المنطقه في المنتصف ولو فيها شويه دهون كمان حبان قد ايه هي اعنف او اوحش من شكل الوجه فوق ده حقيقي يعني اريا مهمه بشكل غير طبيعي عشان العضله الوحيده اللي عندها هي عضله البلاتيزما عامله زي الستاره فلما بتبدا الستاره تتلم على بعضها بتبدا تبان الخطوط بتاعتها كلها طب دكتور بالنسبه للسناب اوبريشنز او حتى العمليات العميقه هل اعادتها فيها خطوره خالص إنها... خالص, خالص. خالص. آه آه العمليات حتى زمان احنا مش بنتكلم دلوقتي آه. يعني حتى من 30 سنه إعادة <applause> شد الوجه <applause> مع أساتذتنا <applause> يقدروا يعملوه أكتر من ثلاثة إلى أربع خمس مرات <applause> وكل مرة بتاخد سبع ل 10 سنين فبرضه الموضوع يعني <applause> متباعد جدا متباعد <تصفيق> السناب <تصفيق> السناب بتقدر تقعدي لو لو بقى ما حصلش ستريتشنج عنيف تقدر تقعدي السنتين والسنتين ونص ثلاثة ساعات كتيرة <applause> بنفس الشكل صح ممكن تبقى فيها شويه محتاجه شويه تريحه عضلات اللي هي زي البوتوكس ولا وت لكن خلينا نبقى واقعيين ان السناب نيك دي ما فيهاش اصلاح عضلات لو انت صلحتي عضلات يبقى انت عملتي شد عميق للوجه او للرقبه ما دام شديتي العضله تاني يبقى انت شلتي شلتي كل الترهل اللي كان في العضله مش في الجلد خلينا نبقى واقعيين الناس كلها متخيله إن يعني شد الوجه أو شد الرقبة ليه دعوة بالجلد الزيادة. م. هو ليه دعوة بالجلد الزيادة بنسبة 40 ل 50% بس الأهم منه هو العضلات العضل. نفسها اللي بدأت تسترتش زيادة بدأت تخس زيادة م. فبالتالي لازم تحصل لها ريفيربش تاني وتشد اللي فوق تاني وتشد اللي في مكانها تاني. ده حقيقي ده حقيقي يا دكتور. طب دكتور حسام آه سن إيه يبدأوا يعملوا عمليات آه... ال... آه... سواء في الجسم او الوجه، خلينا الجسم الاول. ملوش سبب. في... يعني ممكن عشرينات يا دكتور؟ ليه عشرينات؟ لان انت لو كن... لو كان الموضوع ليه دعوه ب... ب... بسنه مفرطه وبعدين خسينا كتير او عملنا عمليات من العمليات بتاعة الجهاز الهضمي اللي هي التكميم او غيره أوه. فبالتالي انا بقى عندي جلد كتير. اوكي. فما تقدريش تحكمي في الجلد في الدراعات والرجلين. ال... فأني كده على. فأني سبب؟ طب الوجه بي... بيفرق. الوجه عادة, عادة عادة عضلاتنا بتبدأ تضعف عضلات وجهنا تبدأ تضعف زي اللي كانت بتلعب جام وبطلت جام. فالعضلات بتبدأ من أول نهاية الثلاثينات تبدأ تضعف. مم. لو أنت مهتمة جدا بالوجه وكل حاجة، مهتمة جدا بالوزن ومروحه وجيه العضلات هتبدأ محتفظة بنفسها هي والسوف آريا والفات اللي موجود أو الدهون اللي مم. موجودة في وشك فتبدأ ماسكة الدنيا. لكن لو أنت بتحب الإجهاد العنيف والخسسانه العنيف وبعدين شويه تريحه ومعرفش العضلات هتجهد الدهون هتجهد ومن الحاجات اللي انا دايما بقولها للعيالين بتوعي طول العمر م. ان ما بعد الأربعين كميه الدهون اللي بتنزل من الوجه م. ما بتتعوضش. م. ما جاوبتش على السؤال برضه سن افريج س... سن ايه؟ اصل هو ملوش اصل عشت... الناس ابتدت تتجنن يا دكتور البنات انا شايفاها دلوقتي مش مش طبيعي بس ده مش يعني صمي... مش طبيعي واحده واحده تكلمني تقول لي عندي 32 سنه عايزه قولي لي نمر الدكتور عشان عايزه اعمل شد و وش مش قادره اللي قلت لها ليه؟ 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 دي ليه صعبه, ليه ليه صعبة قوي ايه لكن هو احنا دايما بنقول اصل على حاجه جلد وش امينه غير جلد وشي غير جلد وشي ناس كتير الالاستيستي عامله ازاي؟ احنا بنتكلم دايما من اول بدايه من منتصف الفورتيز نقدر نتكلم في عمليات شد الوجه مش 32 لا يا ريت تكون سمعانة أنا... والنبي علشان لكن لكن بالنسبه خضأ. في حاجات تانية أوه. بقت ليها دعوه بان احنا عندنا حاجات بدات تلاحظ لم تكن تلاحظ الا وهي ايه؟ ان تريحه الجفن تريحه الحاجب دي بتتعمل لها حاجات, حاجات زي تانية. الفوكسي أوه. ايز والحاجات دي ودي مالهاش سن ليه مالهاش سن؟ لإن لو حصل سابلكسيشن هنا في العضلة صح صح نفسها فبالتالي لازم تتصلح عندها 25 سنة عندها 50 صح. سنة عندها 60 سنة لازم تتصلح يمكن هي غلطت في التعبير ولو راحت لدكتور تجميل كويس هي فعلا هيبوينت على الحاجات اللي هي فعلا محتاجة تعملها مش شد عميق للوجه أعتقد دكتور حسام بشكرك جدا 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 والله انا بحب استضيفك علشان اتعرف ايه الجديد ايه الجديد بشكرك جدا يا دكتور نور إيه جدا يعني. هنروح كل سنه وانت طيبين وانت طيب وحفيد على هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول لكم تاني وفكره اتحدي امينه هفكركم لاخر مره فكره الفكره هي فكره اتيكات آه كل مره هجيب طبق مختلف وهيكون معايا ضيف هو هيتحداني هو بيقول هياكلوا صح وانا بقول هياكلوا غلط لو اكلوا صح ابقي فرحانه جدا هيبقي عنده غدا هو و بلاس ون في مطعم فخار وعجين هشام ازيك زي حضرتك؟ الجرس ده هيرن كتير ولا مش هيرن خالص انا شكلي هاخد انا الجرس ليه تاخد الجرس <applause> عشان انا مش هستخدمه <applause> اه ده انت واثق من نفسك جدا طبعا اوكي هو واثق من نفسه واتمنى النهارده فطير عسل وطحينه وجبنا بيض حاجه سهله قوي حلوه جدا آه. بص بقى يا هشام انا مصعباه طالما انت واثق من نفسك قوي كده النهارده انا شايف في حاجات كتير أيوة قوي ايوه انا آه. مش حاطه لك اني شوك وسكاكين المفروض يتحطوا فيه آه. الاول يا هشام واول حاجه عايزاك تحط الفطير في طبقك هتحطه ازاي؟ الفطير في طبق إيه؟ في طبقك عشان هتاكله ولا هناكله من الطبق ده ولا ايه؟ لا لا هنحطه هنا طبعا اه, آه, طبعًا. آه طبعا اه طيب هتاكله بايه؟ هتاخد بايه بقى؟ طبعا مش هنستخدم ايدين عشان خاطر الاتيكيت وكده الله اعلم لا مش هنستخدم طبعا هتاخد ايه؟ هنعمل كده؟ ايوه اهو ايه ده ايه مفيش جرز؟ يا الله برافو، ادي أول حاجة، حلوة اه. أوي هنخليهم اه. حل... هنا طبعًا حلوة أوي 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 أنا فرحانة جدًا، حلوة قوي أول خطوة صح، ها كان هت... نفسي كان نفسي أغلط والله بس يلا لا لا اه. طيب. بعد إيه بعد كده؟ هتاكلوا إزاي الأول ده؟ قبل طيب. العسل والطحين؟ قبل, اه. قبل العسل والطحين؟ قبل العسل والطحين أه هتاكلو إزاي؟ طالما ما نشول بقى هنعمل كده انا ما استخدمتيش الجرس لا ما استخدمتش صح والله يلا اعمل ايه انت تمام. عايز اهو انت لحد دلوقتي صح والله حلو قوي هتاخد بقى الطحينه ازاي الطحينه اهي انا هبدا اه بالعسل اه الاول ولا الجبنه العسل والطحين لا خلينا في العسل الجبنه اخ... اه يلا هتاخد... يعني هتاخد آه. حد الاول بقى كده حلي ماشي هحدق حل يعمل اللي انت عايزه ها هتعمل مش ازاي ممكن مش ممكن والله ودي العسل والطحينه جنب ماشي تمام هتعمل ايه هنعمل ايه اه خد حته جبنه ها هتاخد ازاي ده مش هناخد بقى يعني هناخد بقى حاجه من جبنة. ده ايه الجمال ده ايه ج... انت خد انت لحد ما تخد بجد بصراحة. والله والله العظيم ها والله انا مستغرب نفسي طب يلا ها طب احنا اشول اشوى برضه يعني ها حلو قوي ها ونخلي الشوكه بتاعت براب. الجبن ايوه بتاعت الناس وممكن شوكه او سكينه زي بعض ها كمل مش هصعب عليك هتحط الجبنه عليه هتغمس بقى بيها ازاي الجبنه والله ممكن نعمل كده ايه الجمال ده ايه ده انت ما جرس برضه والله العظيم صح والله العظيم صح ايه الجمال ده كلها بقى كلها <applause> طيب يلا بقى العسل يلا بقى كمل كمل ده انت هتبقى اول واحد عملت الحاجه الصح والله لا العسل اه ماشي شو بقى ده. لا ناخد بقى معلقه من هنا ها؟ انا قلبي عشان انا ما بحبش الطحينه كتير اوكي <applause> مم. هو فين العسل؟ آه هو جواه عسل تمام عسل وتحيل هنقرب بس الطوق معانا كده برافو ها اهو ركز احنا مش عايزين نبوظ الدنيا اهو في غلطه بسيطه بس هفوتها لك بص بقى بق ها غلطه بسيطه قرب امسكه ليه تعمل كده وممكن يقع يعني نقرب اه ومحط. يعني اخد اخد آه الطبق آه معايا يعني ايوه يا تاخد لن... اوكي طيب ها دي هتتحط فين لا هتحط في العسل زي آه ما هي بقى برافو جدا هتاكله ازاي ده ناكله بقى كده بقى بصراحه آه ها ها هو ايوه جداً. ليه 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 في الاخر كده ليه ليه ما هو كده يا استاذه اهو هو انت كنت عامل عليا فيلم ولا ايه؟ مش فيلم والله لا ده ما بيتاكلش كده خلاص اخر خطوة صح بقى كانت هتبقى صح اخر خطوة طب نجرب تاني نشوف ها ثانية هغرف لك تاني ايه بقى؟ ماشي زي بعض بس طعمه حلو قوي والله والله طعمه آه حلو ألف آه. هنا اوكي يلا ها هناكله ازاي ده؟ ماشي هنشوف هم. نجرب ها هنعمل ايه؟ ها ده انا كنت هفرح اهو ها ايوه لا يبقى اخر اخر لقطه دي انت كنت بس عايز تغزني صح؟ خالص غزت ليه؟ بس هو الفتيل بيتاكل كده بص اهو يا استاذه والله اهو طب هسالك حاجه أهو. هسالك حاجه هسالك حاجه انت بوظت كده مش ع... مش هنعزمك طب هسالك حاجه هسالك حاجه بجد اتفضلي انت عملت ده علشاني ولا انت في البيت بتاكل كده؟ بمنتهى الامان انا في البيت لو اكلت كده مش هلاقي حاجه اكلها <applause> عموما انا مبسوطه بيك جدا بص يا جماعه هو ده المثل اللي انا بقول لكم عليه يا جماعه اوقات كتيره بنتحط في مواقف او معزومين في قعدات لازم ناكل بالطريقه دي في بيتك كل بالطريقه اللي انت عايزها بالظبط كده انا بشكرك جدا انت عملت وأنا كل حاجه صح أنا وكسبت معانا في فخار وعجين ده لشخصين شخصين انت وبلس وان في فخار وعجين ولما تدوق الاكل ترجع تقول لي اكل حلو ولا لا هو اكلك حلو بس اهم حاجه ان احنا ما استخدمناش لا ما استخدمناش الجرس انت اول واحد تكسب معايا لحد دلوقتي وانا فخوره بيك وانا فخور بيكي والله <applause> <applause> وميرسي كنت معاكي والله أبي. شكرا جدا هنروح لفاصل نرجع لكم تاني على طول ورجعنا لكم تاني والأحذية والبوتس كل سيزن بيتغير الموضة بتاعتها من الألوان والستايل والماتيريال والكعب وكلنا أكيد بنحب نمشي على الموضة النهاردة نشوف إيه الجديد لشتاء 24 ودي في النهاردة أحمد حسين إزايك أحمد عامل إيه؟ تمام الحمد كولكشن الله. بجد أنا أنا شخصيا عجباني شرف <applause> أحمد صناعة الاحذيه او البوتس ان جن انا بشوفها صعبه جدا لان الى جانب ان انت لازم تبقى ابديتد واللوك طبع. صح وتبقى فانكي في نفس الوقت لازم تبقى مريحه بتعمل دي ازاي هي الفكره الديزاين هو اصعب التصنيع طبعا صعب بس الفكره لما بنيجي نستخدم يعني خامات بنحاول ناخد احسن جوده فيها لفكره ان الشوزات انت بحضرتك بتقضي وقت بيها طول الوقت بره تستخدميها في يومك عدد ساعات كتير فممكن في ناس بتبقى واقفه عدد ساعات كتير فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان نختار نعل ما يكونش مثلا حاجه مثلا ستاندرد مثلا عاديه الناس كلها بتستخدمها لا احنا بنجيب احسن خامات حتى لو اغلى شويه بس تفرق معانا لما بنيجي نعمل بعد كده التصميم م. بيجي فيدباك او او الانطباعات بتاعت الناس ان الجزمه مريحه ما هو التصميم اه بيعجب الناس بس بيجي الكومنت او التعليق اللي دايما الجزمه مريحانا بنقعد بيها ساعات كتير بس م... مش مش مضايقانا في المشي في الوقف فاحنا بنهتم دايما ان الجزمه تكون مريحه وطبعا بنهتم بالتصميم ده اهم حاجه بس بنحاول على قد ما نقدر ان الجزمه تفضل على قد ما نقدر تساعدك اللي انت تستخدميها خلال يومك من غير ما تحسي باي وده آه وده وده مهم قوي قوي لان في جزء بعد ساعات بتتركن علشان بتوجعني اه مش, مش, مش قادره تمشي بيها مش قادره تقفي بي. تقف بيها كده طب نشوف اول جزء كده تقدم لنا ايه اتفضلي لا لا ما تتكلميش لا Thank you. بوتس دي فيري ستايلش كلمنا والثانيه اللوك البوتس انا حاسه ان ان ما بقتش فيتد قوي ابتدت توسع بالزبط. كلمنا شويه عن آه الفكره في البوتس اللي لو هنبدا بالاول م. بوتس آه هي فكرته اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر لو هو بوتس فيه كعب يكون مريح عشان دايما الكعب مش كل الناس بترتاح فيه م -م. فحاولنا نركز فيه اكتر ان الكعب نفسه يكون مريح وفي نفس الوقت يقدر اللي انت لو عندك مثلا سهرة حد عنده فرح أو حاجة يقدر إن هو يستخدمها ويقع يعني يكون في وقت كبير يقدر يستحمل الكعب بالذات بيعمل مشاكل والبرني موضه السنه دي موضه السنه دي موضه, موضة آه. السنه دي قوي والهاف بوت دول لسه ان اه لسه الاطوال ده طب الثانيه بقى كلمنا البوت السنه اللي فاتت يمكن كانت فتت قوي لزق دلوقتي, دلوقتي واسعة آه. وتبقى مريحه وكول اكتر آه. او تبقى الى حد ما تقدري برضو يعني مثلا البوتس الاخير ده تقدري تلبسيه الصبح تلبسي تقدري تلبسيه بالليل تقدري تلبسيه في كذا يعني هو كاجوال اكتر وفي نفس الوقت عشان كاجوال يعني فكره الفيت بتاعته لازم تكون واسعه, واسعة. ومديه الشكل اللي حضرتك شايفاه وتقدر بالعكس ان يعني أقدر ألبسه على على لبس على كتير لبس جدا كتير. على حسب ما اي ماي سيلف طيب حاجه ثانيه هل تداخل الاقمشه موضه مو مو يعني الماتيريال سوري يعني انا شايفه ان ده كان جلد ومعاه شمواصة صح شمو. اه التداخل ده موضه هو اصلا بقاله فتره موضه يعني أوه. احنا بنحاول نتابع وكده بس برضه لغايه دلوقتي شغالين على نفس الستايل ده طب أك... اكتر طول بوتس موضة ايه هل قصير هل تاني واحد طلع هل اللي فوق الركبة اطول ولا ايه لا هو اللي هو الستايل كوبوي ده هو يعتبر الموضة اللي تحت الركبة طيب نشوف الجزء الثاني تاني البالارينا كلها راجعه السنه دي بقوه فاحنا عشان في الشتاء حاولنا نستغل اللي احنا نمهد للناس ان البالارينا كموضه راجعه هي موضه مريحه على فكره موضه مريحه جدا وراجعه بقوه عشان كده حتى البالارينا اللي بفرو عشان ندي طابع الشتاء اكتر يعني حسسنا الناس اللي انت ممكن يعني ممكن تجيب تجيبي بالارينا في نفس الوقت هي شتوي شتوي عشان يعني... الناس في ذهنها بالارينا يعني انا سيف سيفي صح فحاولنا ان احنا نجدد او نحط فكره جديده في البالارينا ان هي تكون مديه الانطباع اللي انت ممكن تلبسيها في الشتاء طب انتوا الماتيريالز اللي بتستخدموها ايه عموما في التصميمات بتاعتكم معظمها ماتيريالز جلد صناعي جلد صناعي بس بنحاول نجيب برضو الخامه اللي هي تميل في استخدامها للطبيعي بس هي مش طبيعي علشان مثلا زي ان هي مثلا ما بتبقعش يعني لو جه عليها ميه ما تبقعش اه بت ما بتتكسرش فمعظم ال... ال... الخامات اللي بنستخدمها هي جلد صناعي انت بتعمل كده علشان الجزم تكون ت... تمنها معقول, معقول على الناس وفي نفس الوقت شكلها شكلها يكون... يكون كويس. يكون يكون كويس طب قول لي حاجه اتجاهك في الموضه في التصميمات ايه هل بتتابع الموضه العالميه ولا ليك فكرك الخاص؟ لا احنا بنتابع طبعا بتابع الموضه العالميه بس من من, من عندنا تاتش بقى او او لمسه لينا يعني تبقى مميزاني. مميزاك اه يعني فكره اللي انا مثلا ليا فكري الخاص بس ممكن يكون بعيد عن الناس كلها رايحاله. أوكي. فلازم اتابع طبعا الموضه العالميه واللي بس الناس محتاجاه طبعًا. طبعًا. فبعد كده احنا ممكن نزود حاجه أوه. بس بتبقى بالتناسق مع الموضه, الموضة. مش بعيدة عن الموضه نشوف الجزء الثالث اللوك الاولاني ان جدا بالشراب اللي لبسته مروه فانكي الجزم اللي شبه الجزم الرجالي ايوه بالظبط دي أوكي. موضه جدا أن 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 أنت, أنت, انت انت وريتني قبل هوا ان انت ممكن تغير الاكسسوارز بتاعتك اه في شوز دي آه دي فكرتها ان هي ثلاث جزم في جزم واحده بمعنى ان حضرتك لما بتفكي التوكه مثلا اه وتحطي التوكه دي ده انت بتوصل للناس بقى اه هي جزمة للناس. تانية خلاص اه دي جزمة تانية خالص خلاص واحدة جميل. تانية خالص فانت كأنك جايبة ثلاث جزم بس آه. في جزمة واحدة يعني حضرتك لما تيجي مثلا تحطي الشكل ده ده شكل مثلا ستاندرد مثلا في الجزم الشنكي او الستايل آه. ده عشان برضو تبقي عندك الشكل ده لو عايزه تغيري الاكسسورز تبقى الشكل ده تغيري تلات جزم في جزمه واحده جزم في جزمه واحده طب و... قول لي هل الموضه متجهه أكتر للفيمينين الجزم والحاجات اللي فيها انوثه ولا الستايل الرجالي شويه؟ الستايل الرجالي بس بيبقى لازم يبقى فيه لمسه انت لما تشوفيها تحسي ان هي اكيد حرين. بس الستايل بس رايح الستايل ده رايح في الحته دي طب وال... والحذاء التاني اللي طلع ده الماتيريال بتاعه ده السوق انت حاطط فيه فرو 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 البالكي البلكي يعني حاجات بلكي طب هل السنه دي في ربطة اكتر يعني هل الموضه فيها رباط؟ اه في رباط الموضه احنا يعني انا عامل كذا تصميم في رباط ونازل الرباط موضه تاني فبرضه مهتمين بالجزم اللي فيها رباط يعني والكعوب هل هي بالكي ولا بالكي برضه اللي جاي كله بالكي كله بالكي <applause> يلا نشوف اخر جزء خليكي بقى معانا خليكي معانا ومروه ممكن تيجي برضو لوك ماسكلين قوي يعني داخل رجالي 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 آه بجد انا بشكرك جدا انا بشجع إيه. الصناعه المصريه شكرا. دي لا تقل عن اي صناعه آه الذوق حلو جدا آه آه البنات قالوا ان الجزم مريحه بس حقيقي برافو عليك أنا بشجع الصناعه المصريه شكرا <applause> بشكرك قوي بجد دايما بتحلو الحاجه والله يا بنات هنروح لفاصل ونرجع لكم على طول ورجعنا لكم تاني واحنا كبنات وستات لا يمكن نستغنى عن الميك اب بس احنا كلنا عارفين ان الميك اب ليه ضرر نسبي على البشره طب لو في ميك اب بمكونات طبيعيه ومش مكونات طبيعيه بس مكوناته كمان مغذيه لانها مكونات بنحطها في الكريمز والسيرم اللي هتكلمنا اكتر على ده طبعا خبيره التجميل امنيه طاهر ازيك يا امنيه ازيك يا أمينة بتختصي تختصي وتطلعي بحاجات أو قويه امنيه خلينا <applause> نبدا بس عشان البنات <applause> والستات اللي بيتفرجوا علينا اضرار الميك اب الطبيعي لا مش اضرار الميك اب الطبيعي اضرار الميك اب بقى العادي الكيميكال اللي هو الطب أمان 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 العادي العادي اصلا مش <applause> الطبيعي الميك اب العادي هو هو اصلا ميك حاجه مهمه جدا عند كل بنات ما عنها آه بنحطها كتير جدا بس انا ابتدينا نكتشف في الفتره الاخيره ان كل اللي احنا بنعمله في السكين كير والحاجات اللي احنا بنحطها نهتم بيها في البشره والكريمات وبنبوظها بالميك لانه كمان ابتدى يكون موجود بقى عارفه الميك اب مضروب واللي موجود اللي هو يعني تلاقي فاونديشن مثلا سعره رخيص جدا معمول اصلا بحاجات مش معروف هي ايه فتيجي تحطيها على البشره كل دي حاجات بتاثر سلبيا جدا على البشره بتديت الاول تطلع المسام الواسعه مم. توسع شويه بعد كده بتبتدي يطلع كلف يبتدي يعمل حفر في البشره في كمان ابتدت توصل حاجات مش معروف نهائي مصدرها معموله منين مم. والبنات بتستخدمها زي البودره المائيه والحاجات بتاعه زمان دي كانت بتاعت سرطانات جلد أوه. فكل دي حاجات مضره جدا للبشره فمن هنا جت فكره الفنونية في البراند يعني حلو قوي الاسم نونية. نونيه نونيه لا نونيه نونيه ايوه في <applause> يعني البنت الجميله <applause> ايوه, أيوة انها أيوة جميله أيوة بقى فلازم تحط ميك اب أيوة أيوة أيوة. آه فمن هنا جت الفكره ان احنا ليه ما نحاولش ان احنا نحول كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها من آه في الحاجات الكوزماتكس بتاعتنا وحتى الميك اللي احنا بنعمله انها تكون حاجات أيوة. معالجه يعني ليه ما احطش فاونديشن يكون معالج للبشره يكون في مليان فيتامين يكون طبيعي حتى لو الكفردج بتاعته اقل شويه او مثلا متوسطه بس هيفيد بشرتي طب قولي ايه الاختلاف يعني كبراند ايه المكونات اللي انت حطها ان جنرال في البراند كبراند يعني كفاونديشن وكميك اب كله بنتكلم يعني على كل منتجات كل الميك آه كلها حاجات طبيعيه احنا مش حاطين فيها اي مواد كيماويه زي نيني. ايه قمني. يعني محطوط مثلا في فيتامين محطوط فيه فيتامين اي محطوط فيه هيرونيك محطوط في جل صبار محطوط فيه عسل مستخلصات العسل دي حاجات كلها مغذيه جدا والفكره جت اصلا زي ما قلت لك هو براند اصلا مصري فرعوني بيتكلم وبيجيب كل الحاجات اللي كانوا بيستخدموها الفراعنة زمان فمن ضمن الحاجات اللي هما كانوا بيستخدموها في أدوات التجميل هما كانوا بيصنعوا كل حاجات التجميل من الحاجات الطبيعيه مم. فكانوا بيصنعوا الفاونديشن والحاجات والكحل والروج من الورد ومستخلصات الورد ويعصروا الورد على البارد مثلا يعملوا منه الروج والتنت والحاجات دي واحنا برضه عاملينه هنا في في الميك اب في الفاوند في التنت يعني وفي الفاونديشن كانوا بيستخدموا الالوان الطبيعيه فمن هنا بقى جت الفكره ممكن اسأل اه طبعا طب الفاونديشن بتاخدوا الوانه منين يعني الالوان بقى بالظبط الالوان هي مم. الوان طبيعيه الالوان اللي بتستخدم في افتحهولك لا هو بس عشان متبرشم اه فاه ضغطي شويه أوه. اهو عشان اول أه. اول طلعه اه بتاخد الوانه من البيج احنا بنستخدم كل الالوان اللي بنستخدمها الوان طبيعيه بصي خلينا نتكلم انه احسن عشان عشان كنت انا اقدر اجيب فاونديشن حلو فانا كنت بضطر ان انا اجيب من بره م. او بجيب حاجات ميك اب مستورد عشان اقدر اجيب ميك اب كويس انا بس عايزه الكاميرا تيجي وتبص انت ليه بتقولي الكفرج قليل الكفرج كويس, كويس جدا, جداً. اصلا ايوه أوه. لو لو تقربوا الكاميرا بليز الكفرج كويس جدا ده البيج ده دي درجه البيج حلوه جدا حلوه جدا 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 يعني من عايزه أقولك كمان بيستخدموه بنات عرايس وفي المناسبات لان هو بتحط طبقه وبتستنى عليه ينشف دقيقه كده تحط طبقة تانية آه. فهو فول coverage لا فول كفر انت خفيف, ده. خفيف ده. قلت هيبقى تنت لا ده بالعكس خفيف على مسام البشره خفيف آه على انه هو ما يضرش بشرتي أوكي. يعني حتى الناس اللي استخدموه فتره طويله فبقوا يرجعوا يقولوا لي امني احنا بشرتنا اتحسنت أوه. انا حاسه ان انا الكواليتي ال ال بتاعه الجلد عندي م. والمسامات قلت و لان هو مش بيسد مسام البشره نهائي هو مجرد ان انت بتغسليه هو بيروح أوكي. فعايزه كنت عايزه بس اقول لك حاجه مهمه جدا ان احنا كنا عشان نقدر نجيب فاونديشن او ميك اب طبيعي ميك اب حلو مش م. طبيعي كنا بنضطر ان احنا نجيب الحاجات اللي هي مستورده والاوريجنال عشان نجيب حاجه تحافظ على بشرتنا فمن هنا كانت الفكره ان انا حبيت ان احنا ناخد الفكره بتاعه الطبيعه والحاجات الطبيعيه لا. ونبتدي ندرسها بره ونعمل الفورمولا بتاعتها فحتى الماتيريال كلها هي مستورده طب طيب انت عندك ايه تاني الفاونديشن عندك يعني الفاونديشن منه الفاونديشن كام دركتين. كام درجه درجتين وعندك الكونسيلر الكونسيلر انت جربتي البيج البيج اه دي البيج ده البيج و... اه اوريها لهم برده اوريها جنب درجه البيج دي وهي بقى بتناسب يعني اغلب أوه. انواع البنات لان أوه. احنا درجه ال... يعني اغلب الالوان بتاعتنا اللي هي درجه البشره المتوسطه وفي الفانيليا أوكي. دي اللي هي الفتحه ده الكونسيلر طبعا الفاونديشن كله زي ما قلت لكم هو في هيرونيك اسيد وفيه كولاجين كمان طب حلو يا بنات 80. يعني نحط ميك اب وفي نفس الوقت نغذي بشرتنا حقيقي بجد والله الموضوع ده بيفرق أوه. طبعا طبعا بيفرق ولو نحط ده الكونسيلر نزل هو لسه اه الجداد لسه. دايما بيعملوا كده ايوه, أيوة. هو كده متبرش كده تطمنوا ان هو كده 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 اه وحط الكونسيلر برضه جنبيه اه بصوا هو درجه الفانيليا آه. هي الافتح فيه آه في ميزه بقى مهمه جدا عشان مش عايزه احط على ايدي وادي الكونسيلر آه. أي. ده أوكي. الكونسيلر ثبتي آه. ايدك شويه أمنية يا ريت تقربوا الكاميرا اه يا جماعه شايفينه أيوة؟ كده لا كفرج هايلي يا امنيه أنا, انا ده كافي قوي عليا ده انا عايزه يعني هو تحفه انا حاطاه النهارده وحلو جدا كمان في الكاميرا طبيعي اه وطبيعي خاطر. جماعه خلوكوا دايما مع البرودكتس الطبيعي <applause> عشان احنا كفايه البولوشن على بشرتنا حقيقي دي كمان بقى البرش اللي أوه. احنا بنوزع بيها أوكي. اه دي برده متصنعه بره مصر الشعر بتاعها شعر طبيعي عشان تقدر انها توزع الفاونديشن على البشره بشكل طبيعي وما يعملش بقى تكتلات وقشره زي ما بنعمل بصوا اهو هي في لحظه وزعت كل الفاونديشن وشكله طبيعي جدا في اس بي اف كمان على آه فكره ده هاي فيه اه ده ان في اس بيحمي من البشره ممكن ما تحطيش معاه سان بلوك اصلا وبيدي كده جلوي كده للبشره يعني خطير جدا بصراحه طب امنيه ده ايه ده التنت دي التنت آه. آه في الوان بقى الروج كمان ممكن يحطها لنا بقى هي على الروج آه يا آه. جماعه امنيه نسيت أنا. تجيب الروج نسيت الوان الروج مع ان ده احنا عايزين عندك منه احمر عشان فالنتين ولا طبعا هاتي فالنتين على فكره طلع على الشاشه طب إيه ميس الروج بقى قوليلي؟ الروج برضو من الحاجات اللي بتأثر جداً على الشفايف وبتعمل تجاعيد الشفايف والناس مش قادرة تفهم ده دي, دي طبعاً جزء بسيط من الألوان هم ألوان كتير جداً وفي اللاكويد وفي اللي هو لابستيك وفي اه آه الفكره ان هو ممكن مع الوقت والاستخدام لو ما فيهوش اس بي اف بيبتدي يمتص اشعه الشمس فيعمل غمقان في الشفايف دي من اكتر المشاكل اللي بتعملها الروج بيعمل تشققات في الشفايف بيعمل تجاعيد للشفايف لان كل دي مواد كيميكالز متخيله ان احنا بنحطها على اكتر مكان مم. رؤيه في... في جلدنا فمن هنا برده جت فكره ان احنا ليه ما نعملش روج يكون طبيعي الوانه حلوه جدا وثابته و... وجميله جدا في الوان ثابته وفي الوان مش ثابته وفي المط وفي اللي هو اللامع آه ان هو يكون بحطه فيه SPF في اس بي اف ما بيمتصش اشعه الشمس فيه هيرونيك أسد بيخلي ترطيب مش تقعد تتشقق في الشتاء بيدي ترتيب رهيب, بيدي ترتيب رهيب. بيدي ترتيب رهيب. بيدي ترتيب رهيب. آآ بيدي في فيتامين اي كمان في اس بي اف فيها كولاجين لان الكولاجين مهم جدا أكيد جدا أكيد لمنطقه أكيد الشفايف أكيد أكيد. بالظبط فبستخدم حاجه معالجه وفي نفس الوقت أكيد. كمان تكون شكلها حلو وده البرايمر ده البرايمر لازم البرايمر قبل لازم قبل الميك هو مهمته حاجتين البرايمر بتاعنا حاجتين ممكن تجربيه على فكره امينه خطير م. ان هو ممكن تحطيه لوحده كمرطب لانه فيه هيرونيك اسيد برده وفيه و وكولاجين اه حلو بيخيب بشرة ناعمه قوي صح اه ناعمه قوي 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 انا لازم قبل الميك اب لا لا انا بشرتي عشان جافه قوي كمان فلو ما حطيتش على طول اي لاين في وشي بيظهر إيه بي... بي... آه بي... إيه على طول بالزبط. أنا ممكن أحط على الإيد تانية يا ريت أنا ناقصني ترتيب <applause> البرايمر ده بقى ميزته حاجتين أنا أوه. ممكن أستخدمه لو أنا بخرج من غير ميك أب ما أحط ميك أب فعايزة أرتب بشرتي وتبقى حاجة فيها اس بي اف تحمي من الشمس وتبقى بتمنع الدهون اللي بتظهر على أي البشرة أي فحطه. أي ولو أنا بحط مع الفاونديشن أحطه قبل الفاونديشن بيخلي شكل الميك أب حاجة تانية خالص طب لنا <applause> إيه تاني؟ التنت بقى اه في بقى إحنا عندنا تنت الكريمي واللي ده الكريمي لونين ده اللون اللي هو الخوخي كده شوية أنا عاجبني قوي الكريمي أصل الكريمي بيمشي قوي كمان مع الدراي سكين فأنا بقيت رايحة للكريمي أكتر الله وثابت جدا يعني هو طول اليوم ثابت بصوا هو درجتين دي درجة حلو. اللي هي الكشمير ودي درجة دي حلوة قوي برضو ودي بقى الدرجة بتاعت اللي هي الصيف بقى اه 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 والناس كمان البشرة الخمرية بتحب جدا الدرجه دي طيب اللي عايزه اقول لك ان هو ثابت بتحطيه بديل هو بلاشر بس بلاشر كريمي بتوزعيه وبتسيبيه ده اللي هو على براون شويه لا حلوين اهو انا بقيت بحب قوي الحاجات الكريمي اكتر من الباودري مش عارفه بالزبط. ليه بقيت بحبها جدا عشان بتحسي الترطيب حلو جدا وبحس في انها طبيعيه جدا ولما أوه. بتتوزع بتاخد كده من ال... مع البشره كده فمعرفش بيبقى حلو اهو بالفرشه و... وايه تاني امنيه؟ انا ده انا ده انا, أنا عادة عارفه انا قاعده عارفه بفتش في... <applause> في في شنطه مامتي على الميك اب ده ده, بقى... ده الليكود اه ده الليكويد آه الناس انا جدا ال... ال... لو انا قاعده في البيت م. لو انا حتى خارجه في... على البحر لانه الليكود ممكن لو عايزه تجربيه الليكود بيبقى ثباته مع الميه وال... وال مثلا والناس اللي هي بشرتها دهنيه شويه آه. آه مختلف شويه فده الليكويد بقى ودرجه بقى اللون احنا بنتحكم فيها زي ما تحبي انا ايدي خلاص طب سريان يوميه الفاضل دقيقه ايه؟ انا عايزه اعرف برده الدراي اويل اللي عندك ده والدراي اويل اه الدراي اويل ده انت اه، عارفه الدراي اويل مهمته فظيعة آه. للبشره وللشعر وللجسم آه. كله عايزاكي تشمي ريحته اصلا هو الدراي اويل فكرته ان احنا بنحط الناس اللي بتحب ترطب بشرتها او ان احنا نرتب البشره ان البشره لازم تستفيد بالزيوت والفيتامينات بس في نفس الوقت ما تكونش اويلي قوي يعني ما تكونش ملزقه او مزيته وخصوصا لو خارجه في الصيف على البحر انا مثلا بالعكس انا بحب فاهمه اللي هو اللوك اللي بيلمع ده هو بيدي <applause> <مع> كده <applause> وفي نفس الوقت انت بشرتك مش آه آه مش مزيتة مش, مزيتة صح مش صح مهم صح جدا هو بقى ده للبشره وللشعر وفي ناس بقى كمان اللي بشرتها جافه بترطب بيه قبل الميك بتحطه على الشفايف وعلى مم البشره كلها بتستنى دقيقه كده وتوزع الفاونديشن بيكون شكل, شكل. اه ممكن قبل الفاونديشن اه كمان طبعا عايز. طبعا لان هو مش بيخليه اويلي بس في نفس الوقت بيحفظ ترطيب في البشره فهو من الحاجات برده الهايله جدا اللي نستخدمها قبل الميك او حتى آه لو لوحدها امنيه انا بشكرك جدا آه آه وفخوره بيكي بصراحه واستمري يا, يا أمري ميرسي است... امنيه استمري عايزين منتجات اكتر واكتر وافكار الله. اكتر واكتر شكرا للاسف <applause> وقت البروجرام خلص يا ريت كل الفقرات تكون عجبتكم البروجرام كل يوم سبت وحد من الساعه 7 ل 8 الاعاده يوم الخميس والجمعه الساعه 10 صباحا اقول لكم باي باي واشوفكم بكره